من مظاهر عناية ربكم الكريم وعناية رسوله العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعناية المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله هي مظهر عناية الحق جل جلاله كلها، وذلك أن خالقكم سبحانه وتعالى لما أراد ابتداء الخلق خلق نور الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله واختصه واجتباه واصطفاه واختاره، ثم خلق الموجودات شيئا فشيئا وكون الأراضين والسماوات، ثم كانت مظاهر عناية الحق سبحانه وتعالى بالمخلوقات وبالكائنات بادية في أول مراحل خلقها وأول مراحل إيجادها وإنشائها، فيحسن خلق كل شيء ويتم خلق كل شيء، والذي قدر فهدى، والذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. وإذا وقفتم هنا وقفتم عند معنى عناية ما حصلت للكائنات الأخرى، وهي أنت أيها السامع لهذا الكلام في هذا المقام في هذه الساعة، يقول ربي رب العرش العظيم الملك الجبار أنه نفخ فيك من روحه، فأخذت بنصيب وأخذت بحظ من الإضافة إلى جلاله وقدسه وعلوه وعظمته بياء النسبة التي جعل الروح سبحانه وتعالى بها إضافة تشريف مضافة إليه جل جلاله، ونفخ فيه من روحه. ثم جعل سبحانه ذكر سبحانه وتعالى أخص مظاهر الخصوصية لتلك الروح، فقال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ثم ذكر الحقيقة في مقابلة الخليقة لهذه النعمة العظيمة، فقال قليلا ما تشكرون، بمعنى لو تدبرتم حقيقة ما آتيتكم وأعطيتكم ما وسعكم إلا شكري، ولا وسعكم إلا صدق الإقبال علي، لكن تنسون ما أعطيتكم وما تكرمت وما أنعمت، فلذلك تخرجون عن الشكر، ولذلك يقل منكم الشكر، حتى أن فيكم من يتطاول علي، ومن ينسب الشريك إلي، ومن يخالف أمري، ومن يخرج عن طاعتي، ومن يترك شرعي، ومن يهمل فرائضي، ومن يتجرأ على محارمي، ومن مع أني من بداية خلقكم قد أحسنت وأكرمت وجملت وتفضلت وأعطيت ومنحت، ولقد كرمنا بني آدم. جاءت هذه النسبة العظيمة في قوله ونفخت فيه من روحي، وقال للملائكة فإذا سويته يعني أباكم آدم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولو تذكرتم الآن في هذه الساعة لما وقعوا له ساجدين أين كنتم أنتم؟ الحقيقة كنتم هناك مع آدم في ظهر آدم، كنتم في ظهر آدم عليه السلام حين أسجد الله له الملائكة. فهل يليق بعد هذا الفخر الأكبر أن ينحط الإنسان وهو الذي أسجد الملائكة لأبيه وهو موجود في ظهره وقت سجودهم له، ثم يأتي بعد ذلك وينسى هذا الشرف الأكبر والفخر الأعظم كله، فيوثر شيئا من الدنايا التي بسببها يسقط من عين مالكه الذي كرمه وإلهه الذي خلقه، أو يقع في شيء من موجبات سخطه أو غضبه أو البعد عنه جل جلاله وتعالت عظمته. مظاهر هذه العناية ظهرت أيضا في إرسال الرسل وإنزال الكتب، فكان من عناية الله بهذا النوع من المخلوقات وهو البشر أن يبعث الله فيهم النبيين وفيهم المرسلين، مع أنه خلق معنا صنف آخر من المكلفين وهم الجان، ولكن لم يجعل فيهم أنبياء ولم يجعل فيهم رسل، ومع ذلك
أيضا خلق قوما آخرين هم أعظم وهم من أجل من خلق وهم الملائكة، ومع ذلك رسالة على ظهر الأرض ما أعطاها لهم، ولكن أعطاها لهذا النوع من المخلوقات وهذا النوع الإنساني، وقال فيكم الأنبياء وفيكم المرسلين وفيكم الحاملين لهذا التبليغ ولهذه الدعوة، وإلا لو أعطيها الملائكة بيخلون فرصة لعمر بن حفيظ يجيكم، وإلا علي جفري، وإلا أحد من مشايخكم يذكركم ويعلمكم، ما بيخلوا لنا فرصة، كان بيتولون التعليم كله وبيتولون التذكير كله، والعاد ما نحصل لنا مكان. لكن الله توج نحن وإياكم بهذا التاج، وأعطى نحن وإياكم هذه المنة، وقال أخصصكم وأميزكم وأفسح المجال لكم، وحتى أعطيكم وظائف شريفة كريمة لا أسمح لملائكة أن يزاحموكم ولا لغيرهم من الكائنات، وأجعل الكون الفسيح هذا مسخر لكم، قوموا فيه بأمري، أجعله تحت أرجلكم، وأجعله منقادا وخاضعا لخواطركم معي ولنواياكم ولمقاصدكم، مهما اجتهدتم في صدقكم معي وقمتم بالوفاء بعهدي. وأرسل الله الرسل، فكان كل رسول مظهر عناية لقومه ومظهر عناية لمن أرسل إليهم طائفة بعد طائفة، حتى جينا نحن. إن كانت لهم عنايات بالرسل فعنايتنا أكبر العنايات، جاءنا سيد الرسل، جاءنا خاتم الرسل. ولأجل ذلك قال سيدنا الإمام البوصيري: بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله أي سمى الله داعينا لطاعته وهو محمد بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. ثم كل واحد منا ومنكم برز في هذه الحياة وهو من خير أمة، هل بترتيب منه، هل بتدبير منه، هل باختيار بإرادة منه. الله جعلنا نحن هكذا من خير الأمم، جعلنا من أمة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وظهرت آثار العناية في هذا، فنشاء كل واحد منا ومنكم على الإيمان به وعلى التصديق. تلكم العطية والمزية التي لا يساويها شيء، ولو أعطى الله إنسانا الأرض بما فيها من أقصاها إلى أقصاها وحكمه فيها كما أراد، لا يعتري سقم ولا مرض ولا ألم ولا هم ولا غم، وحرمه هذه النعمة، لكان كل ذلك لا يساوي شيء، ولكان مرده ومصيره الخسران. ولكن بوجود هذه النعمة مهما حصل عليك على ظهر هذه الأرض، فإن المصير إذا مت والنعمة هذه معك مصير ربح وفوز ومجد وسمو ورفعة وعلو وتنعيم وتكريم وإجلال وإعظام ومنح وفتح وعطاء مطلق لا يتصور ولا ينتهي أبدا. فالعطية هذه معطاه لنا ولكم، الحمد لله نشأنا على الإيمان بالله وبرسوله، والمراتب بعد ذلك رفيعة وكبيرة، يمكنك أن ترتقي رتبة فوق رتبة في الإيمان، له بداية وليست له نهاية. ولهذا لو عاش أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الأيام إلى اليوم هذا، لكان في كل يوم يزداد إيمان، ولم يتخلف يوم من الأيام عن الزيادة، ولم ينقص، وهم الذين قال الله عنهم: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، يعني الآيات، وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذا كلها عجائب من معاني العناية الربانية التي أحاطت بي وبكم، حتى لما أتحدث الآن معكم عنها أستشعر قصري وقصر كلامي عن التعبير عن معاني هذه العناية. ولكن أمانة لابد من أدائها في لفت الأنظار إلى عجائب ما تكرم به الملك الغفار وأحاطنا وإياكم به من معاني رعايات وعنايات، غمرت منا الأسماع والأبصار والتكوين والخلق والإيجاد والإمداد والحركات والسكنات والأرض التي نعيش عليها وأنواع الأجهزة والجمادات التي نتعامل معها والروح والفكر والوجهة والإقبال والرسالة والديانة والعبادة وما إلى ذلك. فعن أي شيء نتحدث من ذلك نجد مغمور بمعاني العناية من كل جانب. لو أردنا أن نتحدث عن نعمة إيمان، أو نتحدث عن نعمة ذكر، أو نتحدث عن نعمة لقاء،
اللي قام من أجل الله سبحانه وتعالى جمعنا وياكم. انظروا هذه الرابطة التي بيننا وبينكم الآن، أو الجامعة التي جمعتنا، ما هي وما لونها ومن أين هي وإيش حقيقتها وإين تكيفها. وتعلمون أن هذا الاجتماع بيننا وبينكم ما تم إلا وقد اجتمعت الأرواح قبل أن تخرج إلى الأجساد، وقبل في عالم الأرواح، فما تعارف منها هناك تعارف هنا، وما لم يتعارف في ذلك العالم الأعلى لم يتعارف في الدنيا. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف. ولأجل ذلك جاءنا أن سيدنا هرم بن حيان لما كان يبحث عن أويس القرني وقد أحبه في الله، وأويس القرني رجل من التابعين، رجل صالح عارف، كان حبسه بره لأمه من أن يذهب إلى المدينة حتى توفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجل على صدق إقبال مع الله تعالى، سمع بأخباره هرم بن حيان فأحبه من أجل الله، وكان يسأل عنه ويود لقابه وما قدر على لقابه، فيبحث ويبحث ويبحث، وأخذ تصور كامل عن أوصافه وعن هيئته، حتى كان يوم خرج على شاطئ نهر الفرات في العراق وإذا بالرجل يتوضأ، فعرف بالنعت الذي نعت له. التفت إليه قال: السلام عليك يا أويس القرني يا أخي. فالتفت سيدنا أويس هكذا وهو أول مرة يلقاه، قال: وعليك السلام يا أخي يا هرم بن حيان. قال: هذا أول لقاء بيني وبينك، من أين عرفت اسمي واسم أبي؟ قال: إن أرواح المؤمنين تتعارف، وإن روحي عرفت روحك وكلمت روحك. قال: أنا أخذت الاسم من عند روحك، روحي كلمت روحك وعرفت روحك قبل أن ينطق معه أو أن يكلمه بكلام، وأخذ معه يوصيه بوصايا ويكلم حتى فارقه وهو في غاية الشوق، قال: رأيته نحيفا فأدركتني الرقة عليه وبكيت، ولما ودعته قال: امشي هنا وأنا امشي هنا ولا تسأل عني، فما أحب الظهور في هذه الدنيا، والوعد بيني وبينك إن شاء الله على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال: وأخذ هناك فسمعته يقول وهو يودعني: اللهم هذا أحبني فيك وجاء يزورني من أجلك، فعرفني وجهه في الجنة. قال: وخذ انت هذا الطريق وأنا أخذ هذا الطريق. رضي الله تعالى عنه وأرضاه شاهد في قوله: إن روحي عرفت روحك وكلمت روحك. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أويس القرني وقال: إذا كان يوم القيامة قيل له قف فاشفع فيشفع في عدد كربيعة ومبر، من أكبر قبائل العرب عددا يشفع فيهم هذا الرجل، وهو من التابعين، فكيف شفاعات الصحابة، فكيف شفاعات الأنبياء، فكيف شفاعة سيد الأنبياء والمرسلين إذا شفع صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا جاه أويس القرني، فكيف بجاه الصحب الكرام، فكيف بجاه من تربوا في حجر، كيف بجاه أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب إذا قام للشفاعة، هذه وجاهة أويس أدخلت عددك ربيعة ومضر، فكيف بالذي ولد في حجر محمد وتربى في حجر محمد وصعد على ظهر النبي محمد وهو في سجوده وأطال نبينا السجود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى ظن الصحابة أنه حدث أمر وهو لم يزل ساجد حتى خرج الحسين من على ظهره وقام فسلم من الصلاة، فرأى استغرابهم، قالوا: أطلت السجود حتى ظننا أنك قبضت، أنك قبضت روحك ومت في السجود. قال: لا، ولكنه ارتحلني ابني فكرهت أن أخرجه حتى يخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. معاني هذه العناية العظيمة، وانظر هذه العناية الكبيرة ممتدة إليك الآن. يقول صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. قال: يا كل واحد من أمتي إلى يوم القيامة، مظهر الرعاية هذا والعناية للحسين، خذوا نصيبكم منها. أنا أفتح لكم باب، قول: أحب الله من أحب حسين، يلا خذ نصيبك إلى يوم القيامة. أنت تريد من العناية التي للحسين والرعاية، أحب الله من أحب حسين، خذ لك دعوة من جد الحسين، تدخل بها إلى داخل وتنال بها محبة الله سبحانه. دائما مظاهر العناية من الله تعالى إذا جاءت لا حصر ولا حد ولا قصر لها، تفتفان أفهام الخلق بل خيالاتهم، ولا تتفانى معاني هذه العناية الربانية التي أكرمنا الله تعالى وإياكم بها، حتى جمعنا وإياكم الآن على ذكره له الحمد، ليذكرنا في العالم الأعلى من أنا ومن كل واحد منكم، حتى يذكره من؟ حتى يذكره الرب، حتى يذكره الملك،
حتى يذكره الجبار، حتى يذكره الواحد، حتى يذكره القهار، حتى يذكره الرحمن، حتى يذكره رب العرش العظيم. أنت بضعفك وعجزك والتي أخلقت من نطفة يذكرك الجبار، يذكرك في الملأ الأعلى. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه جل جلاله وتعالت عظمته، فما أعجب ذلك وما ألذ ذلك وما أطيب ذلك. لو استشعرتم عناية الله بنا في هذه الساعة لسجدت قلوبنا شكرا للرب. والقلب إذا سجد لم يرفع عن السجود أبدا. الجسد هذا يسجد ويقوم من سجدته، لكن إذا أكرمك الله بسجود القلب في لحظة من لحظات العناية بقي القلب في سجدته فلا يقوم عنها أبدا حتى يلقى الله وهو ساجد. ولأجل ذلك قال الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لأنهم يمشون وقلوبهم ساجدة، ويتكلمون وقلوبهم ساجدة، ويأكلون وقلوبهم ساجدة، وينامون وقلوبهم ساجدة. فما أعجب نومهم كما أعجب يقظتهم. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كلما نظر الحق إلى قلوبهم وجدهم سجدا له، ولذلك اصطفاهم، ولذلك اختارهم واجتباهم. هل وإذا سجد المؤمن لله تعالى سجدة استشعر فيها عظمة ربه وجلاله اعتزل الشيطان يبكي ويقول أمي ربنا آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. هو يعلم ذلك، ويعلم أنه ترد من رحمة الله بسبب تكبره على مظهر عناية وهو آدم أبو البشر. وهذا أيضا من عناية الله بك، أن الله تعالى طرد الذي أبى أن يسجد لأبيك، أبى أن يسجد لأبيك وأنت في ظهره فطرده وقال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. من كرامتك عليه، من كرامة آدم على ربه سبحانه وتعالى، ومن منزلته عند الجبار جل جلاله وتعالت عظمته. فاختصصنا بمزيد من العنايات حيث كنا من أمة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، الذي كثيرا من الليالي نادم فيها ربه وخاطبه في شاننا وشان من يأتي من أمته إلى يوم القيامة. والأمم في القيامة إذا تشوفت إلى الشفاعات اعتذر أنبياؤها ورجعوا إلى نبينا ورجعوا إلى سيدنا وإمامنا وقال لهم أنا لها أنا لها. ولهذا تأتي شفاعته الأولى فتعم جميع أهل الموقف حتى الكفار والفجار فيه، كلهم ينتقلون من أرض الشمس وأرض العطش وأرض الشدة إلى أرض الحساب، ينتقلون إلى أرض الحساب وهو المقام المحمود الذي يحمد فيه الأولون والآخرون. فسبحان الله، أباء الحق تعالى إلا أن يعمم بمظهر عنايته بنبيه للخلائق كله، قال حتى أنتم يا الفجرة والكفرة تعالوا هنا بعد أن أبرزت لكم فضل حبيبي وأبيتم اليوم أريكم آية من آيات عزته عندي ثم خذوا جزاءكم على مخالفته بعد ذلك. ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. كل واحد يتمنى سبيل مع الرسول في موقف القيامة، كل واحد يقول هذاك محمد، ليت لي قرب من محمد، ليت لي دنو من محمد. وهذا الدنو مفسوح لنا ولكم الآن، أقدر أنا وإياكم ندنو ونقطع لنا تذاكر دنو ما دمنا في هذه الحياة وما دمنا في هذه الفرصة من مثل هذا المجلس. ونوايانا ومقاصدنا التي يطلع الله عليها يمكن يجعل لك مكان عنده بعد ذلك، يجعل لك قرب من حضرته بعد ذلك، أو إذا أحشر تحشر معه. فإن الناس على مراتب في القرب منه في يوم القيامة. حتى عجب لحال صديقي الأمة وكوخ مخصوصيها، هو في وقت أن يسجد لربه وهم بجانبه يسجد للسجدة التي يقول الله فيه ارفع رأسك وقول يسمع لقولك. ومنهم من يسمع المنادمة بينه وبين الله ويسمع الخطاب يقول له حبيبه كذا كذا وهو بجانب الحبيب. ما مقام هؤلاء؟ ما درجة هؤلاء؟ من يساويهم في الأكوان؟ من يكون في منزل يا أيها العقلاء ويا أيها الواعين والفاهمين للحقائق؟ ولأجل ذلكم
ينبغي أن تتشوف نفوسنا لتلكم المراتب العالية السامية، ويكون لنا عندنا نصيب من هذا الالتفات. هذه العناية كانت في ليالي صلى الله عليه وسلم يدعو لها مرة من مرات، قالوا دعا لسيدتنا عائشة، قال عملت عمل فرح منها، قال اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أظهرت وما أبطنت. قال فكادت تطير من الفرح سيدتنا عائشة ورأت السرور على وجهها، قال أسررتي؟ قالت نعم يا رسول الله، كيف لا أسر وهذه دعوات منك لي؟ قال إنها لدعوتي لأمتي كل ليلة. قال هذا، قال كل ليلة أنا أدعو للأمة بهذه الدعوات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ما أرحمه، ما أشفقه، ما أعطفه. خذوا يمينا برب العرش، أنتم لا تقدرون على تصور رحمته بكم، والله العظيم لا تقدرون على تصور رحمته ورافته وحنانه عليكم قط 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 قط، ولو جمع حنان الوالدين والآباء والأمهات وأضيف إلى ذرة من حنان سيد الوجود لضاع حنان الأمهات وحنان الآباء. ولأجلك تفهم سر قول ربك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. انتهت المسألة، ما عادوا أب ولا عادوا، أولى بهم من أنفسهم وأقرب، لأنه أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وأرحم بهم منهم لأنفسهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولذلك كان يصور مظاهر هذه الرحمة والعناية. ولما كان الصحب معه في غزوة من الغزوات، ولقي بعضهم بعد ذلك طفلا من أثر الحركة في الجهاد والجري ومزاحمة العدو ومقابلته، تركته أمه وبقي فحمله وأخذه إلى خيمة. وبعد أن سكن الحرب ووقف الناس، خرج الرجل يقول ألي هذا الصبي أم فيكم؟ ألي هذا الصبي أم فيكم؟ يكاد أن يموت، أين أمه؟ قال وأمه مشغولة القلب والفؤاد بولده، أبرزت وجهها من الخيمة تنظر فإذا بابنه، فقامت تجري 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 وعيونها تدمع حتى أخذت منه الصبي وضمته إلى حجرة. ولما شاهدها الصحابة بكوا من أثر الرحمة ذا والموقف اللي وقف. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه عنده تدمع عيونه، قال ما يبكيكم؟ قالوا بكينا لرحمة هذه بأم بولدها يا رسول الله. قال أترونها طارحة ولدها في النار؟ قال بتشوفونها بترمي ولده؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال والله لله أرحم بعبده المؤمن من هذه بولدها، لله أرحم بعبده المؤمن من هذه بولدها، إذا لقيه على هذا الإيمان وعلى هذا اليقين. ولأجل ذلك تكررت معاني العناية والرعاية، حتى كان يتأمل قرأ قول سيدنا عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال وقول سيدنا إبراهيم، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم أخذ يبكي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله سيدنا جبريل يقول انزل إلى حبيبي محمد وقل له ما يبكيك، والله أعلم، ولكن أراد أن يأتي بالخبر. جبريل خرج يقول له ربك أعلم، وهو يقول ما يبكيك يا محمد؟ قال يا جبريل أمتي أن هذا إبراهيم يقول عن أمته كذا، وعيسى يقول فما حال أمتي من بعدي وما حالهم في القيامة، أنا أبكي لهذا. فرجع جبريل يقول يا رب أنت أعلم بما قال نبيك محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فيهم، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فيهم صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فخرج إليه يخبره بهذا الخبر كما قال له في الآية الأخرى، ولا سوف فيعطيك ربك فترضى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله يربطنا وإياكم به ربط لا ينحل إن شاء الله. هذا مظهر من مظاهر عنا اجتمعنا اليوم وعلى هذا الذكر وعلى هذا الخير، إن شاء الله تكون ثمرته لكل صادق منكم أن يجتمع به في عرصات القيامة، يجتمع به في يوم الوقوف بين يدي الحق جل جلاله، يرى ذلك الوجه المبارك. الويل لمن لا يراني يوم القيامة، قال الويل لمن لا يراني يوم القيامة. قالت له سيدتنا عائشة من لا يراك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الذي لا يهتز لذكري، ما يحمل مشاعر نحوي، يسمع بأسمائي وأوصافي ولا يهتز لي، هو الذي لا يراني والعياذ بالله، لأنه ما حرص على رؤيتي، لأنه ما بادلني بالمحبة محبة ولا بالرحمة رحمة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولذلك ترى رب العزة يغرينا بالتولع
بمحبه وبمحبته يخاطبنا احنا نقول لقد جاءكم رسول من انفسكم هو من بينكم عزيز عليه ما عنتم مشقتكم ثقيلة على نبيي. يقول ايش معناه؟ معناه شوفوا انا كيف اصف لكم حبيبي تولعوا به احبوه. شوف الله يغرينا كيف نحب حبيبه. لا يقول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من ذا اللي يصف هذا الوصف؟ الله. كان يغرينا على محبة حبيبه. يقول تولع بشوف شوف شوفوا كيف يحبكم شوفوا كيف يحرص عليكم شوف يرحمكم شوفوا كيف يودكم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فالحمد لله الذي خصنا به. لهذا قال له سيدنا ملك الجبال صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم. متى يقول له ذلك؟ لما رجع من الطائف ورموه بالحجارة ويبلغهم الرسالة وخرج ما معه إلا سيدنا زيد بن حارثة من البشر ويجري حتى أدمى وعقبيه الشريفتين وخرج الدم من رجليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله حتى خرج خارج الطائف ووقف يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يقول ربه ولكن عافيتك هي أوسع لي. فنزل جبريل يقول هذا ملك الجبال يستأذن عليك أذن له. فدخل سلم عليه قال يا رسول الله أنا ملك الجبال وقد أرسلني ربي وأمرني أن أكون طوع أمرك فإن أحببت أن أخذ هذا الجبل وهذا الجبل فأطبقه عليهم يصبحون لا طائف ولا فيها أحد البلد كلها بيطبق عليها الجبل إلى خشبين. فعلته لا 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 ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر ومن يقول لا إله إلا الله. ردوه وردوا كلامه ورموه بالحجارة وحذفوه ومع ذلك عاد يفكر في أولادهم في أصلابهم. قال إن شاء الله يجون منهم أولاد يتولون هذا الأمر. وقف ملك الجبال قال صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم. وحقق الله مراده صلى الله عليه وسلم. قال ومعناه أن دعوته الشريفة إن ما تأثر بها الذين في أمامه تأثر بها من في أصلابه فتأثر الذين في أصلابهم بدعوته صلى الله عليه وسلم فخرجوا مؤمنين من أثر الدعوة. قال وهكذا دعوة الصادق إذا جاءت عند رجل حتى لم يقبلها أثرت ولو في الذي في صلبه. وهذه بركة مواجهة الداعي الصادق كما أنه والعياذ بالله في المقابل مقابلة المبعود والمل قد تؤثر على من في صلب الإنسان والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالحمد لله على مظهر هذه العناية. وكم ذا سنعد أو كم ذا سنتكلم والأمر فوق ما نذكر لكم وفوق ما تتصورون. فكيف تشكرون هذا الرب الذي اعتنى بكم وأرسل إليكم صاحب العناية الكبرى يتفقد ويعتني بالأحوال. حتى قال له سيدنا أنس قال له يا رسول الله أسألك الشفاعة يوم القيامة. هكذا جاء في الحديث الصحيح. قال إني فاعل إن شاء الله. قال فأين أجدك؟ بتجي القيامة فين حصلك بعدين؟ مع زحمة الناس والأولين والآخرين. قال اطلبني عند الميزان. قال فإن لم أجدك قال فاطلبني على الصراط. قال فإن لم أجدك قال فاطلبني على الحوض فإني لا أخطي هذه الثلاثة المواضع. قال تعرف ليش ما يخطيها؟ وقت الشدة يتفقد أمته هنا من شان العناية. هلا عند الميزان من شان الواحد يخف وزنه وهكذا ولا يكون الحبيب جنبه إذا بينه وبينه علاقة أو بينه وبينه رعاية. عند المرور على الصراط وقت شدة شديدة كيف يمر الناس على جسر أدق من الشعرة وأحد من السيف طوله 3000 عام مسير 3000 عام والنار تلهب من تحته. كيف المرور إلا بالأعمال والنوايا وبالإخلاص والصدق. فهو على الصراط. وأما على الحوض من أجل أن يسقي وكما صح في الحديث أنه يأمر سيدنا علي بن أبي طالب يسقي الواردين والسيدة فاطمة الزهراء في الجانب الثاني من شان استقبال النساء لأنهم آل بيته وذولهم عليهم الضيافة. الناس يريدون إلى حوضهم هم آل الدار عليهم أن يسقوا الخلق وعليهم أن يواجهوا الخلق ويقابلهم صلوات الله وسلامه عليهم. قال له إني لا أخطي هذه الثلاثة المواضع. شفت العناية كيف وشفت الرعاية بأمته. ولهذا جاءكم في رواية أبي القاسم القشيري أن بعض الناس إذا خف وزنه في القيامة تيقن الهلاك. قال فيقبض بيده فينظر إلى وجهه كأنه القمر. قال فيقول لك عندي وديعة فيخرج بطاقة يضعها في كفة الحسنات فترجع. يتعجب اليوم إلا حتى الأم تفر والأب يفر والصديق يفر ما عاد حد ينفع حد. من ده اللي جاي
يمسك بيدي ويثقل ميزاني. قال من أنت الذي فرج الله بكربتي في هذا اليوم؟ قال أنا نبيك محمد يا الله. قال وهذه صلواتك التي كنت تصليها علي. قال ادخرتها لك حتى سلمتها إليك أحوج ما تكون إليها. قال وقت الحاجة جيتك بالصلوات التي تصليها. صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله ووفقنا وإياكم لكثرة الصلاة عليها. أولاكم بيوم القيامة أكثركم علي صلاة. اللهم اربطنا به وسر بنا في دربه، زقنا حقيقة حبه، اسقنا من شربه، حنن روحه علينا، عطف قلبه علينا، ادخلنا في دائرته، اجعلنا من أحبته، واجعلنا وهؤلاء من أهل نصرته، واجعلنا من أهل عنايته ورعايته. ارفع إلى حضرته عنا في هذه الساعة تحية وسلاما. اللهم بلغه عنا أفضل ما تبلغه عن أحد من أهل الأرض والسماء من الصلوات والتسليمات والبركات. اللهم حنن روحه المحمدية علينا، وزدنا حنانا من هذه الروح، وافتح علينا بأكبر الفتوح، واجعلنا وهؤلاء من جنده، واجعلنا وهؤلاء من أنصاره، واجعلنا وهؤلاء من مقتبسي أنواره، واجعلنا وهؤلاء من المكتفين لآثاره. خلقنا بأخلاقه، أدبنا بآدابه، سر بنا في طريقه، أدخلنا في فريقه، اسقنا من حال رحيقه. لا تفرق بيننا وبينه في الحياة، ولا تفرق بيننا وبينه عند الوفاة، ولا تفرق بيننا وبينه يوم الموافاة. مر بنا معه على الصراط أسرع من لمح البصر، إذا مر في الموكب العظيم، وإذا نادى المنادي أهل الموقف: يا أهل الموقف نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم، فاطمة بنت محمد تمر على الصراط. اللهم معهم نمر ومعهم نعبر إلى أشرف مستقر وإلى خير مقر، إلى دار الكرامة ومستقر الرحمة. اللهم انظر إلينا في جمعنا هذا، وبارك لنا في أكمل البركات حتى تظهر لنا الآثار في شهر رجب ولياليه وأيامه، ونبلغ شعبان ونبلغ رمضان، ونعان على الصيام والقيام، وتبارك في الاجتماعات والتي تعقد في هذا الشهر المقبل علينا، أمثال اجتماعات زيارة النبي. العام الماضي بعض الناس من مصر جاونا إلى هناك، فرحنا بهم الحمد لله، وشاهدوا وربما حدثوكم عن كثير من معاني الالتقاءات الروحية الصافية البعيدة عن كل الأغراض والمقاصد التافهة، ما يعرفوا إلا إرادة القرب من ربهم تعالى والدنو من حضرته العلية، فتحس الأرواح بما تحس وتنبسط بما تنبسط إن شاء الله. يبارك لنا ولكم وللمسلمين وأجمعين في هذه الاجتماعات وهذه الخيرات، وننفح وإياكم بنفحات عظيمات، ويصلح الله لنا ولكم الحالات. عندنا الشيخ أحمد، هذا قضى سنوات عندنا في تريم، الشيخ أحمد الريان، وكنا نستانس به هناك ونحضر معه بعض المجالس من وقت إلى وقت، هكذا نلتقي حتى التقينا الليلة في القاهرة وينبيكم. الآن نسمع كلمتين من الحبيب علي كلمتين من الشيخ أحمد عندكم هنا، ولو مختصرة، والعفو منكم على التطويل. هو تطويل عليكم ولا تطويل لكم؟ لكم لكم، ما هو عليكم. صادنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، بعد هذا الكلام ما يوجد كلام يتكلم به غير أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع، وأن يرزقنا وإياكم حسن التلقي وحسن الترقي بهذا الكلام العذب الرايق الذي يسقي القلوب فتنبت نبات، وقد سقيت القلوب في هذه الليلة بهذا الحدو. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحسن رعاية هذه السقية، لأن الزرعة إذا سقيت تحتاج بعد السقية إلى تعهد وإلى انتباه منها، إلى تعهد بمواصلة السقية لها حتى لا تجف، وإلى تعهد بالانتباه لها من الجراثيم، والانتباه لها من الدود، والانتباه لها من الأكلة التي تفسد الزرع. فأسأل الله أن يوفقنا لذلك، وما كان لمثلي أن أتكلم في حضرة سيدي وشيخي الحبيب عمر، والعفو. هذا ردب زايد عندك هسه حقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قال أخي الشيخ علي، ويعني ما ينبغي أن يقال بعد هذا المقال،
لقد ارتوينا جميعا من بحار وفيوضات شيخنا وأخونا حبيبنا فضيلة الشيخ عمر، هناك يسموه الحبيب عمر والحبيب فعلا الحبيب يعني كلمة حبيب هناك تساوي عندنا إيه؟ القريب إلى القلب، العالم القريب من الله سبحانه وتعالى، كل الصفات دي تكتمل أخونا. ويعني هذا الوصف هو أليق الأوصاف به. لو قلنا له شيخنا برضه يمكن شوية، لو قلنا له أنت إمامنا برضه يمكن شوية، لو قلنا له أنت يعني كل الأوصاف دي إنما خليه برضه بالحبيب برضه، خليها صفة جامعة، صفة جامعة. أنا كنت جاي على أساس يعني كانت فرصة يعني التقينا، وقلت روح نعرف الناس بيه، وإذا بالناس أعرف بالشيخ والحبيب مني أنا. يعني أنا عايش في مصر ممكن من ساعة مجلس القاهرة سنة كام، سنة 61، في كلية الشريعة طالبا مدرسا أستاذا مش عارف إيه، حتى الآن ما فيش حد في المصريين يعرف المتقن اللي موجودين، لا كلهم يعرفوا الحبيب عمر. ربنا يكرمك. الحب علي هنا حبيب عمر حبيب. عايزين ان الايام دي تزيد، معلش احنا اصل احنا تعدادنا جديد، مصر دي تزيد كلها على بعضها 15 مليون. شوف السنه هناك بنجي ان شاء الله. حضرتك الاخر بيتكلم ده ما تراه في غير هذا المجلس. الحمد لله. شوف سامع بك وجاء جلس اليك. حياهم الله. لكن لو اقول احمد غريب يتكلم في اي حته ما كانش جاي. الله يهديك. سلام ازاي يا احمد؟ لا ما احنا اصلا احنا بضاعتنا عارفين بضاعتنا. لا بعيد. قصدي ان الانوار اخونا حبيبنا حبيب عمر هي التي جذبتنا جميعا، انا وانت واحبابنا كل هي التي جذبتنا. انا كنت على سلم وامشي، لكن يشتشاء المقادير انه ياخذني وراه ويجرني غصب عني لغايه ما يجيبني هنا. الحمد لله. يعني الشيخ فيه بركه كبيره، فيه بركه كبيره، وحضرتك يعني ترى مظاهر هذه البركة لما تزور دار المصطفى اللي بيشرف عليها، تراه في مجالس العلم، تراه في مجالس الذكر، تراه في الحضرات اللي يعني بيجتمع فيها أهل التريم كلهم، مش تريم بس، وممكن تقول الحضارة كلهم وغيرهم من يأتي من مصر ومن كندا ومن كل أحضر. بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سولنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات، واحسن ختمنا عند الممات، وأصلح عن عقبانا يا ربي، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوان، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهل هذا
هذا البيت والحاضرين بأكمل الصلاح وأثبتنا في أهل الفلاح وبلغنا الأمال في عافية بسر الفاتحة.